السلام عليكم. إن شاء الله هذا الفيديو راح يكون شرح لبارت 3 من مادة الـ RC Advanced. ما راح أشرح طبعا بالشكل التفصيلي، راح أشرح بس بعض الشغلات. هسا مثل ما هو مكتوب هون إنه إحنا لما بدنا نصمم أي مبنى أو أي RC Structure، إحنا لازم يعني مثلا نفرض إنه البيم إنه ما نوصلش للبريتل فيلر، ما نوصلش للبريتل فيلر. فبهمنا نحكي عن الدكتيليتي، اللي هي هذا التشابتر بيختص كثير بالدكتيليتي والديفورميشن. هسا الدكتيليتي احنا كل ما كان السكشن دكتايل كل ما كان افضل، يعني كل ما كان مور دكتايل كل ما كان افضل. هسا بدنا نحكي عن الكيرفيتشر للمنبر او المومنت كيرفيتشر ريليشن شيبس. هسا مثل ما بنعرف لو كان عندي هذا سكشن من الار سي رينفورس كونكريت، بنعرف انه احنا في حال كان عليه بوزيتيف مومنت راح يصير فيه تنشن من تحت وكومبريشن من فوق، فراح يصير فيه كونكيف، راح يصير فيه تقعر. وهذا الكيرف جزء من كيرف، هذا الاشي جزء من كيرف له راديوس. هسه لو قسمت انا هذا الراديوس، هو اسمه الراديوس اوف كيرفيتشر، وبصير عندي النيوترال اكسس زي هيك، بصير فيه شيفت عن النص مثلا او عن اي قيمة. فالمسافة من النيوترال اكسس لهون اسمها كي دي، اسمها كيدي. هسا بدنا نعرف انه في عندي شيء اسمه الكيرفيتشر. الكيرفيتشر هي الزاوية او الانجل بير يونت لينث تشينج، فبالتالي بتكون هي واحد على ار. فبنلاحظ انه الزاوية هاي فاي او ممكن نسميها ابساي، هي عبارة عن الكيرفيتشر اللي هي الزاوية. طيب هسا احنا مثل ما بنعرف انه فرضيات عندنا، ما بدي برضه اخوض بالتفاصيل هاي، انه فرضيات انه الستريس وسترين ديجرام لل الستيل بتكون عبارة عن إلاستوبلاستيك، اللي هو انه احنا اول ما يوصل لييلد نفترض انه راح يظل كونستنت السترين، كل ما زاد بيظل الاف واي كونستنت، مع انه المفروض انه يزيد. طيب فاحنا بنعرف انه بالاصل بكون زي هيك، هذا الكونكريت للستيل نفس الفكرة، بكون انه مثل ممكن يطلع هيك ويوصل الرابتشر والى اخره. فهذا هو الاسامبشن الاسيومد. طبعا هاي مش انفينيتي، هاي ابسلون يو التيمت. طيب هسه بدنا نركز حالات البيم عندنا. احنا المفروض لما نوصل للمومنت كيرفيتشر ريليشن شيب المفروض نرسم هاي الرسمه واللي هي نشوف احنا سلوك الكيرفيتشر. طبعا الكيرفيتشر بيزيد كل ما زاد عندي المومنت لحد ما يوصل الفيلر، نوصل لابساي التيمت. وهون عند اليلد، عند اليلد بيكون اسمها بساي واي، بساي يلدينج. هاي بسميها بساي كراك، بيفور كراك يعني بنسميها بالعادة بيفور كراك، وهاي بنسميها بالعادة بساي افتر كراك. هسا باقي النقاط هي بس لرسم المنحنى بشكل دقيق. احنا انا ان شاء الله بالفيديو هذا راح اعلمكم كيف نحسب بساي واي، كيف بساي يو والقوانين تبعتها، وبساي كراك بيفور، سبساي كراك افتر، بتعتمد على السلوب وما سلوب. صراحة انا هي مواضيع مش بختص فيها، يعني مش متأكد منها وفيها شوية صعوبة، ولكن انا بدي اعطيك الاشي اللي بدنا نرسم هذا المنحنى المومنت كيرفيتشر. ممكن نعمل له ايديلايزد، يعني انه احنا نرسم اشي قريب منه مثل هيك. فانا راح اعلمكم ان شاء الله ترسموا المنحنى هذا المنحنى ان شاء الله، يعني نعرف نطلع بساي واي وبساي يو وام واي وام يو. وانا للاستزادة راح اعطيكم انه كيف نحسب البساي كراك والى اخره، يعني الاشياء الاساسيه بالشابتر. هسه بنبلش نحكي السكشن بمجرد ما تعرض لمومنت في البدايه. السكشن لسه بالالاستيك. شو يعني بالالاستيك؟ يعني الستريس سترين هو لينير، الستريس لينير زي هيك، الستريس ديجرام لينير، وقيمه الستريس تبعه هو البساي اللي وقعت فيه، اللي انا السترين اللي وصلت فيه الابسلون في الاي كونكريت، معروف قانون هوكس، يعني لسه بنطبق علي قانون هوكس. هسه احنا هذا السكشن عندنا بنسميه ترانسفورمد سكشن انكراكت، ترانسفورمد سكشن انكراكت، هي انكراكت بيم ترانسفورمد كروس سكشن. هسه احنا عشان نحسب، طبعا كاتب لي قانون تحت هون انه اذا انا بدي احسب الام كراك اللي هو المومنت مشان اوجد احداث النقطه، ام كراك بحسب المودلس اوف رابتشر في اي واي يو تي في سي على سي 2. طيب راح نشرح شو هي السي 2
وشو هي الاي يو تي، يعني راح نبلش ان شاء الله من هون. الاي يو تي هي المومنت اوف انيرشيا فور ان كراكت ترانسفورم سكشن. فبدي احسب انا هسه الان كراكت سكشن بكون لسه الستيل شغال، فكون الستيل شغال فانا والكونكريت كامل في منطقه التنشن برضه شغال، فانا بفترض انه انا جزء من التنشن الكونكريت يعني نقص منه بسبب الستيل، فمشان هيك بنسميها ان ناقص واحد. فانا عندي هذا الكروس سكشن، خلينا نرسمه على جنب ونشرح كيف بدي اطلع له الهاي. عندي هذا الكروس سكشن وعندي هاي الحديد اللي هون، عملت له ترانسفورم. هاي الاريا هي ان ناقص واحد في اريا اوف ستيل، هاي هي بي وهاي هي اتش، ونعرف انه من سنترويد الستيل الى الكومبريشن فوق دي. طيب هسه انا عشان اوجد السي 2، السي 2 هيو لو نجد المنحنى هون، المنحنى هون، هاي لو اجي انا اعمل الرسمات هيو مودلس اوف رابتشر على سي 2. شو السي 2؟ السي 2 اللي هي المسافة هي هون، هاي السي 2 للسنترويد، من السنترويد لتحت هاي هي سي 2. فبالتالي اذا بدي احسب سي 2 بدي اطبق المبدأ التالي، بطلع السنترويد من فوق. بس تقدر تطلع من تحت، بس خلص انا طلع من فوق، نسميه واي بار، نسميه واي بار. واي بار راح احكي كالتالي، عندي التنشن الكونكريت كامل موجود، مش زي الان كراك الكراك اللي بنحكي عنه، هذا الان كراك يعني الكونكريت كله موجود. قديش مساحته؟ قانون السنترويد بي في اتش، وين سنترويده؟ اتش على 2 زائد، شوفي عندي، عندي مساحة ستيل ان ناقص واحد في اريا اوف ستيل، ايش المسافة اللي فوق؟ دي على مجموع المساحات دي في بي في اتش زائد ان ناقص واحد في اريا اوف ستيل. هذا قانون السنترويد. طبعا اعمل سكرين للفيديو اذا انت مش حاب تفهم كيف جبته، اللي هو احنا بنعرف سنترويد كل نقطة بعدها عن المرجع، وسنترويد كل نقطة بعدها عن المرجع، وهاي المسافة هي اتش على 2. يعني اذا مش حاب، اذا حاب هاي اعمل سكرين للقطة هاي وبس. بخصوص الان، الان هي المودلر ريشيو، والان هي الاي الستيل على الاي الكونكريت. ركزوا، الاي الستيل دائما 200,000، هيك الكود قالها. الاي الكونكريت هي 4700، هي مش ثابتة ولكن احنا مجازا جذر اف سي برايم. عشان هيك بالامتحان ممكن يكون بالسؤال عندي انا معطيني الاف سي برايم وتجي والان مش معي، تقول الان مش معي، كيف بيطلع لي بساي كراك؟ بقول لك ركز، بيطلع اف سي برايم بتطلع الان. تمام. طيب هذا طلعنا الواي، الواي بار. هسه شو بدي اعمل؟ بدي اطلع الاي ان ترانسفورم سكشن الاي يو تي تساوي، بنعرف انه المومنت اوف انيرشيا السكشن الاول اللي هي بي اتش تكعيب على 12 زائد اي دي تربيع، حيث الاي اللي هي بي في اتش، والدي اللي هي المسافه بين السنترويدين، السنترويد الاول هو اتش على 2، والسنترويد الكامل اللي اسمه واي بار الكل تربيع، زائد القطعه الثانيه اللي هي الان ناقص واحد في اريا اوف ستيل مضروبه في المسافه قديش؟ دي لكل دي ناقص واي بار، اسف دي ناقص واي بار لكل تربيع، المسافة بين السنترويدين اللي هي هاي، هاي دي ناقص واي بار، وهاي المسافة بي اتش على 2 ناقص واي بار. هيك انا قدرت اطلع الاي ان كراكت. هاي هي الاي ان كراكت ترانسفورم سكشن. طبعا لا لا دقيقة، هسا السي 2، السي 2 راح تكون عبارة عن مين؟ اللي هي قلنا المسافة من هون لهون، واللي هي اتش ناقص واي بار، اتش كاملة شيل منها واي بار، هاي هي سي 2، هاي هي سي 2. فلما نيجي لهون القانون هذا راح نحكي انه ام كراك تساوي اف رابتشر اللي هي 0.62 في جذر، طبعا هي في لمدة بس نورمال ويت، في اي يو تي، اي يو تي اللي حسبته فوق على سي 2 اللي هي اتش ناقص واي بار من فوق.
لاني انا فرطرت واي بار الفوق اسهل الي عشان متغلب ايش بدي بقول ناقص كفر والسوالف هاي. هاي هي ايش الام اكراك. طيب شو السي تو الاي ار اللي هو السترين عند المودلس اوف رابتشر واللي هو عباره عن المودلس اوف رابتشر على اي للستيل الى الستيل وهي الكونكريت. دقيقة المفروض الى الكونكريت الى الكونكريت اسف ما هو الكونكريت هذا اي الى الكونكريت اللي 4700 في جذر اف سي برايم. فكان بقدر اطلع احداثيات النقطة واحد احداثيات النقطة واحد اللي هي هاي ام كراك وهاي. النقطة الثانية بقدر احسب ام كراك اللي هي ام كراك نفسها. فبقدر احسب مين؟ بقدرش احسب الكابيتال للامانة. فانا بدي اشرح هسه للكراكت ترانسفورم سكشن. الكراكت ترانسفورم سكشن هو هذا الشكل. بنلاحظ ان الكونكريت اللي تحت غير فعال، يعني انا السكشن عندي بس هيك بي، الارتفاع عندي اكس، وعندي هون ان اريا اوف ستيل. خلص راح الكونكريت اللي تحت ما عنديش ناقص واحد. المسافة هاي دي ناقص اكس، حيث المسافة فوق هي كاملة دي. طيب شو بعمل انا؟ بنعرف احنا في عندي شيء اسمه الفيرست مومنت اوف اريا، او انه لو افترضنا مجموع السنترويد هون يساوي صفر، السنترويد هون يساوي صفر، بقول المنطقة اللي فوق هي بي مساحتها بي في اكس، وايش سنترويدها بعده؟ اكس على اثنين. ايش بدها تساوي؟ ان اريا اوف ستيل في دي ناقص اكس. المجهول عندي طبعا فقط اكس، فقط اكس بطلعها. يعني انا بقدر احكي مباشرة، انا بحب اطبق القانون عشان ما نغلبش حالنا، بي اكس تربيع على اثنين ناقص ان اريا اوف ستي في دي ناقص اكس يساوي صفر. بس بطلع اكس. هسا بدي احسب اي كراك بنفس الطريقة. اي كراك بقول السكشن الاول اللي فوق هو بي اكس تربيع، بي اكس تكعيب 12 زائد اي دي تربيع، حيث الاي هي بي في اكس، والهاي اكس على اثنين الكل تربيع، البعد بين السنترويدين بين السنترويد هذا والسنترويد هذا، زائد ان اريا اوف ستيل في ايش؟ في دي ناقص اكس الكل تربيع. ما لهم اي مومنت اوف انرشي لان الثيكنس شبه قليل كثير فيعتبر صفر. بس هاي هي الاي كراك. فهيك انا بقدر احسب ال 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 شو اسمه الام كراك. اقدر اقول انه هو عبارة عن مودلس اوف رابتشر في اي كراك على واي تي. واي تي لا لا مش اي كراك، مش ماليش بالام كراك. اقدر احسب الستريس بالكونكريت، اف بالكونكريت والاف بالستيل. الاف بالكونكريت هي الام المومنت اللي على السكشن مضروب في المسافة اكس على اي كراك. فانا لو معي اف سي بقدر اجيب ام عند السكشن هذا، والاف تكون الستيل هي ان في ام في دي ناقص اكس على اي كراك. هكذا بدي اقدر احسب اف الستيل هون. اعمل سكرين لهي القوانين، والان نفس الان ما غيرها. طيب بس بنعرف انه احنا بالمنطقه هاي بنكون بعدنا لينير، فكيف شكل الستريس سترين كيرف؟ ما عندي كونكريت تحت، بصف عندي هيك. هاي المسافة اسمها كي دي، كي دي واللي هي سي، واللي هي سي. والستريس هون هو نفسه اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو ان في ام سي يعني اي. هاي المسافة كي دي اسمها، هاي كي دي اللي هي نفسها اكس اللي انا سميتها اكس. فهيك انا بقدر احسب اكس من هذا القانون اللي انا سويته، اللي انا كتبته ب في كي دي كل تربيع على اثنين تساوي ان في اريا اوف ستيل في دي ناقص اكس اللي هي دي ناقص كي دي. بس نقول من الطرف الثاني بيطلع القانون اللي انا اعطيتك اياه. فهيك انا بقدر احسب كي دي في منطقة الكراكت، في منطقة الكراكت. هسه كي دي بتتغير معي حسب السترين، حسب الستريس وحسب كل مكان تتغير معي. طيب بدنا ننتبه لشغله، بدنا ننتبه لشغله. هسا احنا هون سواء اخذت هاي النقطه
ولا نقطة اليلد الكي دي كثير قريبة. عشان هيك بغششكو شغلة، انه انا لما بدي اجي احسب ساي واي بقدر اقول، قلنا عنها هي السترين الواي، او ما جبنا سيرة الويبساي لسه، ما جبنا سيرة الويبساي اتركوها، بس خلوا ببالكو انه الكي دي كيف حسبتها. الكي دي تنحسب من هون، بس بهمني احسب انا الام، اي ام؟ الام اللي عمل لي كراكت، الام واي، الام ييلدينج، ام ييلدينج، ام ييلدينج بده يساوي التنشن فورس اللي هي اريا اوف ستيل في اف واي في دي ناقص. هسه لما كنا نشتغل على الالتيميت كنا نحكي ايه على 2، ولكن هون بدنا ناخذ المسافه الارم اللي هي كي دي على 3. هذا مثلث، السنترويد تبعه من فوق ثلث من القائمه، بضل ثلثين، فانا بشيل ثلث، فانا بقول ايش؟ كي دي على 3. كيف حسبت كي دي؟ قلت لكم كيف. فهيك انا قدرت احسب مين؟ ام واي. قدرت احسب مين؟ ام واي. فانا لما بدي اجي زي ما قلت لكم بالبدايه بنرسم ايدلايزد سكشن، راح يطلع عندي قلنا هيك، ويطلع عندي هيك، او يثبت يعني. فهاي قلنا ام واي، وعندها ساي واي، وهاي القيمة هي ام التيمت، وعندها بساي يو. فهيك تعلمنا ام واي. ام يو الكل بعرفه، ام التيمت واللي هي فاي في اريا اوف ستيل في اف واي في دي ناقص اي على 2، حيث الاي، حيث الاي هي اريا اوف ستيل اف واي على 0.85 اف سي برايم في بي في حالة الريكتانجلر بيم، ريكتانجلر بيم. فهيك والفاي هي 0.9، او حسب السكشن الاول، الشابتر الاول، البارت 1 والبارت 2، السترين اذا ديتنشن او ترانزيشن او الى اخره. هاي مين عندي؟ الاي. هاي عندي الاي اللي هي ريستين 0.9 اف سي برايم في بي. فاكتر تحسب ام يو وام ام يو وام واي. طيب هسه باقي ما تبقى بقلب عندي ايش؟ سوالف ترايل اند ايرور. طبعا هذا لما وصل كراكت وصار بالان الاستيك، يعني عند نقطة ولتكن 4، صار عندي السترين زي هيك. فهذا اذا بدي احله انا لازم اعمل تكامل لهذا الفانكشن، بس ما بقدر اعمل تكامل او رياضيات، ف بصير عندي ايش؟ اني بدي اخذ عدة مساحات واقسمها طرق نيوميريكال يعني. فمش ايش كثير اتوقع انه مهم، اهم شيء نركز على اللي حكيناه، اهم شيء نركز على اللي حكيناه. وبدنا نحكي هسه عن البساي. هسه الدكتيليتي ريشيو سي دي ار، هسه كل ما زادت هاي كل ما كان السكشن مور دكتايل، كل ما كانت احسن، ويفضل لمقاومة الزلازل تكون اكبر من 4، او للارجست بليسمنت اور باي ايرث كوك. يعني اذا انا بدي اصمم زلازل يفضل عندي الدكتيليتي تكون اكثر من 4. الدكتيليتي هي بساي يو على بساي واي. طب شو بساي يو؟ بساي يو قانونها عند الالتيميت انا شو السترين عندي؟ سترين يو، واللي هو 0.003 على ايش؟ على سي. طب شو السي؟ اللي هي اي على بيتا 1. طب شو بي ايه حكينا عنها؟ شو بيتا 1؟ بيتا 1 حسب الكونكريت، اذا عندي 28 اقل من 28 اقوى 28، معلومات عامه. بساي واي هي عباره عن البساي واي على دي ناقص كي دي، متفقة؟ شو كي دي؟ كي دي اللي قلت لك كيف تحسبها. شو بساي واي؟ هي اف واي على اي اللي هي 200,000 في حال كان عندي بالمتر، واف واي هي اف واي ما غيرها. تمام، هيك انا اعطيتكم القوانين بهذا الفيديو. هسه ان شاء الله راح نحل مثال، راح نحل مثال بالسلايدات موجود هون. طبعا هاي القانون، بس ممكن تقول انه بساي واي بتساوي، اقول لك خلص هذا القانون اعطيتك اياه كافي. كنت اقول لك انه لو عملنا تشابه مثلثات من فوق راح يطلع السترين الكونكريت على كي دي مباشرة، راح يطلع بساي بساي سي على كي دي مباشرة، ما بتفرق التفاصيل هاي. ناخذ هذا المثال، ناخذ هذا المثال، عندي هذا السكشن. طبعا بالامتحان ممكن يجيك بالمليمتر، طب لو فرضنا انه ما اجى في المليمتر، اجاك بالانش، وانا كل قوانيني بالمتر. طيب عندي السكشن هذا، هذا السكشن
هذا السؤال شو طالب مني؟ For an under-reinforced beam with concrete, شو نفكر؟ بده قيمة ام واي اللي بتعمل initial failure اللي هي السترين تبعها سترين واي، يعني بده ال yielding. الثاني بده ال curvature وبده الستريس على التوب اوف ذا بيم. طيب نيجي للسكشن، كان بيقول لي هون 60 كي اس اي. اوكي بس انا هون بهذا الملف عمل سكرين برضو له انه عندي هذا الجدول اللي هو جدول الحديد بالمتر، بار نمبر 10 قطر 9.5، نمبر 13 لقد ايه، او الاريا له مباشره، بس بيهمنا القطر عشان سوالف الكفر. اذا انا معي بي اس اي بدي احولها لميجا باسكال اقسم على 145، واذا انا عندي بالمليمتر اضرب ب 5، اللي بدي احولها لانش يعني بدي احول من انش لمليمتر اضرب ب 25.4. انا هيك بسهل عليك. فهي 60 كي اس اي يعني 60000 بي اس اي، 60000 بي اس اي اقسمها على 145 تطلع معك، نحسبها على الحاسب بس 60000 145 تطلع معك 413.8، يعني تقريبا 414. ال 3.6 كي اس اي بنفس الطريقة بتطلع معك 24.8. كي دي ليست معطى، بدي انا اتفلسف عليك واقول لك كي دي مش معطى. ليه؟ ليه؟ ودي اللي هي الدي ما غيرها، والبي والاريا اوف ستيل طبعا بدي احولها من لان بدي اضربها ب 25.4 تربيع، 0.91 ضرب 25.4 تربيع تطلع معي 578.1. تمام. نيجي للسكشن، السكشن معطيني اياه، خلني برجع بكرر السكشن بنرسمه. البي 12 انش او خلص حولناها 304.8، الدي 17 انش ل 431.8، والاريا اوف ستيل 587.1. انا بدي احسب ام واي وبساي واي مشان ارسم الكير. شو بسوي هسه؟ نقولنا مشان الكي دي، الكي دي اعطيتك طريقه قبل شوي اللي هو وكانه كراكت سكشن، هاي المسافه كي دي، الستريس كونه بده باليلدنج فهو لينير، ارتفاعه كي دي، اذا هاي تنشن فورس فهاي كومبريشن فورس، فالمسافه بينهم دي ناقص كي دي على 3. يلا كي دي كراك سكشن، راح اقول عندي بي في كي دي تربيع على 2 ناقص ان في اريا اوف ستيل في دي ناقص كي دي تساوي 0. الان شو بدها تساوي؟ ال 200 جيجا باسكال مقسوم على 4700 جذر اف سي برايم بالميجا باسكال، لو بالبي اس اي بتكون 57000، فهي 24.8 تطلع معي الان. تطلع معي 8.54. يلا بعوض بالقانون، 304.8 على 2 كي دي تربيع ناقص 8.54 في 587.1 في دي ناقص كي دي وتساوي 0، وطلع كي دي. بحسب على الحاسب قاعد طلعت من كي دي 103.88. هو شو طلعها؟ 104. طب والله فرق تقريب 4.1، لو تضربها ب 25.4 تطلع معك 104.14، فرق تقريب. وانا قلت لكم اصلا مرحله اليلدنج تقريبا بتساوي هاي القيمه، اذا انت اشتغلت هيك انت ماخذ 100% وضمانتي. طيب حسبت كي دي خلص فرطت الامور. كيف يعني فرطت الامور؟ ام واي
بدها تساوي area of steel في 587.1 في FY اللي هي 414 في D اللي هي 431.8 ناقص KD على 3. هي بالنهاية لو أنا حليته بالإنش راح تطلع معك 4.1 بالملي، راح تطلع معك 4.1 بالملي. طبعا عشان أخلي إذا بدي أخلي كيلو نيوتن دوتمتر بضرب 10^6، لأنه أنا عندي هون نيوتن بير مليمتر. فالقانون هي هون راح يطلع معي الرقم 96.5 المفروض. (14^6) يطلع معي 96.5 كيلو نيوتن دوت متر. هاي عشان أحول لكيلو نيوتن دوت متر، لأنه بيعطيني نيوتن دوت مليمتر. طيب طلعت أم واي، طلعت أم واي، خلص الفرع الثاني بده كيرفيتشر. يلا إي واي بتساوي، معيش إي واي، بقول اللي هي أف واي على أريا أوف ستيل، هي خلص لازم بالحل اللي هون. هاي ناقص كي دي، كي دي كم؟ 104. واثبت لكم بالحل كيف طلعتها 104، طلعت معي هالقد. compute the stress at the top surface by equating C بتساوي T. طيب tension بتساوي الكمبريشن، tension هي area of steel ضربة of y. compression ما هو مثلث، المثلث شو مساحته؟ نص القاعدة اللي هي FC ضرب الارتفاع اللي هو كي دي، وانا لانه بير فوليوم بدي اضربه في بي، بدي اضربه في بي. كي دي معي وبي معي واف واي معي واري اوف ستيل معي، بقدر اطلع مين؟ اف سي، مش اف سي برايم، انا بقول عن اف سي وبس، بطلع يطلع معي هذا الرقم، بدي يطلع معي هذا الرقم. سن بدي اجرب شغله معكم بالفيديو، يعني وانا معكم بعرف اذا صح ولا لا، واللي هي اني احسب ال FC بالطريقة اللي اعطيتكم اياها، اللي هي N area of steel اللي هي المومنت. انا ما معي المومنت هون، خلص ما معي المومنت بسبب لي، يعني هذا ما في عندي مثلا قيمة مومنت اقدر احسب. ما قلنا انه نقدر نحسب الستريس من المومنت في اي كراك، المومنت في X او KD على اي كراك، انا مش معي. فخلص هاي طريقة ثانية لحساب FC، واللي هي هاي، هاي FC طبعا هي اقل من نفسي برايم اجباري، لانه احنا لسه هون بنيد. طيب الفرع الثاني او السؤال الثاني بيقول لي ارسم المومنت دايجرام موجود السي دي ار، مش مومنت دايجرام، مومنت كيرفتشر دايجرام. شو بعمل؟ بجيب الام نومينال، ومنه بجيب الام التيميت اذا بدي ام التيميت. المفروض اجيب ام التيميت ترى، هو سماه ام نومينال، اوكي خلص ام نومينال مش ام التيميت. هذا الام نومينال بكون عندي بساي واي، ايوه بساي يو. شو عمل هو؟ طلع ال A، طلع ايش؟ الام نومينال دي ناقص اثنين. اعطتكم كل القوانين، تطبيق تطبيق مباشر، تطبيق مباشر. وهاي الرسمة، وهاي القيمة جبت لكم اياها بالملي، وهاي القيمة جبت لكم اياها بالملي. فال CDR هي 10.6 فال section very ductile، ممتاز section very ductile. طيب في عندي هاي المسألة، هاي المسألة ما دخلها بالموضوع اللي أخذناه قبل شوي، هاي المسألة ما دخل الموضوع قبل شوي. given a simply supported beam with a rectangular section، معطيني البي ويب والاتش والدي، ومعطيني الكونكريت كفر لسنتر اوف استيراب. ركزوا، احنا عندنا هذا الكونكريت وهاي الاستيراب، الاستيراب بالعادة هي زي هيك، فهو لما اعطاني لسنتر اوف استيراب معطيني المسافة لهون. فأنا إذا بدي لا كان البار هون، طبعا هون معطيني تي جاهزة، أنا هاي الدي تبعتي، الدي بتكون تبعتي من هون لهون، فبالتالي المسافة اللي أعطاني إياها بدي أزيد لها نص استراب، نص ديمتر استراب، والمسافة الصغيرة هاي نص دي بار، عشان أقدر أجيب الدي. طبعا الكفر بالعادة هو 40 يعني. طيب مش مهم، معطيني لود، اللود ما لي داعي ما بدي اياه، معطيني اف سي برايم، معطيني اف واي، وبقول لي طبعا المطلوب اوجد الفيلر مومنت، اوجد الفيلر مومنت.
موجود فيلر مومنت. طيب كثير منا يقول لك انه الفيلر مومنت هو ام التيميت، واللي هو فاي ام ام. يقول لك عمي هذا الحكي على عيني وراسي. عيني وراسي متى؟ في حالة ار سي بيمز. طب لو كان عندي بلين كونكريت، لو كان عندي بلين كونكريت يعني سكشن الحديد لسه مش شغال، الحديد فيه مش موجود، يكون هو نفسه متى بفشل السكشن؟ بالتنشن اللي هو عند ام كراك. ممتاز، معناته احنا بدنا نشوف هذا السكشن. طب بتقولي ما هو هيو مسلح، هيو مسلح 2 نمبر 16، يعني انا الاريا اوف ستيل عندي بتساوي 2 ضرب باي على 4 ديمتر رقم 16 هيو 15 مو 9 تربيع. بقول لك اوكي يلا مشي معي، تعال 2 ضرب باي على 4 ضرب 15.9 تربيع، يطلع عندي 397.11 مليمتر مربع. تقول لي تمام. يقول لك طيب يلا خلينا نحسب area of steel minimum raw minimum، يعني area of steel minimum اللي هي raw minimum في بي في دي. راح تقول لي هي 1.4 على اف واي ضرب بي ويب. بي ويب يعطيني اياها 300، ودي 342.6. طلعت من 479.64. طبعا في عندي اريا اوف ستيل مينيمم ثانية، بس ما احنا صرنا ناخذ الأكبر، يعني 397 أقل من الرو مينيمم اللي هي 1 على 4 جذر اف سي برايم اللي هي 30 كانها على 300 ضرب بي ويب في دي. طلع معي 469. فهي هي الـ area of steel minimum. أنا عندي area of steel أقل من area of steel minimum، معناته أنا السكشن عندي بلين كونكريت. السكشن عندي ايش؟ بلين كونكريت. كانوا بلين كونكريت فال ام كراك هو الفيلر مومنت، واللي هو مودولس اوف رابتشر في جذر الاف سي برايم في اي كراك. هسه بنحسبها على السريع، اي في اي كروس، اسف اي كروس، في بي اتش تكعيب 12 300 تكعيب بي 300 في اتش تكعيب اللي هي 400 تكعيب على السنتر واي تي اللي هي نص الاتش اللي هي 200 اللي هي 200. بس مثلا مشان التذكير، ام كراك هو عبارة عن مومنت بسبب المودرس اوف رابتشر، فهو اف رابتشر في اي جروس لانه سكشن لسه كامل، مش سولفت كراكت وترانسفورم. انا ما بقول انا ترانسفورم سكشن لسه، هذا اشي واللي شرحته بالبداية اشي على واي تي، هذا قانون هيك كان بالار سي 1، والواي تي اللي هي سنترويد. فهذا هو ام كراك. طبعا في حال حاجة تحويل 10 سالب 6 بتحوله 10 سالب 6. بس ترى كان في فرق ثاني، انه هل هو مشيك السبيسنج وال او مشيك السيرفيسبيليتي؟ مو السكشن اصلا مش رينفورس كونكريت، فما عندي ما عندي سيرفيسبيليتي، يعني انا مش لازم ارجع للكود واشيك على سوالف السبيسنج. ما بعرف السبيسنج باي سكشن صراحه، يعني في سوالف السبيسنج اللي هي الاف اس والسوالف هاي ما في داعي اني احسبها. وبس يعني ان شاء الله هيك انا بختتم الفيديو. انتبهوا انه انتو كثير سوالف، يعني ممكن يجي الحديد طبقتين، حديد الطبقتين احنا بنعرف ان المسافة بينهم تكون على المينيمم 25 مليمتر او دي بي او 4-3 اجريجيت سايز او 3-4، والله ما ناسي، وبناخذ الاعلى فيهم. وعادة عادة ال 25 هي الكريتيكال، عادة هي 25 هي الكريتيكال. فانا عشان لما احسب السنترويد بيكون عندي مسافة هي عبارة عن كونكريت كفر اللي هي 40 مليمتر زائد الاستيراب زائد بار زائد نص المسافة هاي المينيموم بينهم هي 25/2. نركز على هاي الديميتر للبار، هذا الجدول تقدروا تطبعوه،
موجود بالكود هيو صفحة 583 أو عمل سكرين لو طبعه. يعطيكم العافية.